مع إنجاز طبي أكيد رح يمثل مو بس سوريا، الوطن العربي بأكمله يمكن فرح. طبعا زينب عم نحكي عن دكتور، هو ضيف صباحاتنا بشكل دائم، ورح نحكي اليوم عن ترشيح الدكتور شادي الخطيب لمسابقة الشباب الأكثر تميزا في العالم عن فئة الابتكار الطبي. بينتهي التصويت طبعا يوم الجمعة. لنعرف أكثر عن هذا، عن المسابقة وكيفية التصويت بالتفصيل، أكيد بسنا نرحب بالدكتور شادي الخطيب رئيس جمعية الطب التكميلي. صباح الخير. صباح الخير. ألف مبروك الترشيح. الله يبارك فيك. شكرا. الله يعطيك العافية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. الله يسعد صباحك. يعني دكتور، اليوم أنت عم تمثل مو بس سوريا، الوطن العربي بأكمله. خبرنا وعرفنا عن المسابقة وكيف رشحت نفسك إلى؟ تمام. أول شيء الله يعطيكم العافية، دائما نشكركم لأسرة البرنامج صباح ما غير، اللي هو فعلا مواكب لكل النشاطات. الحقيقة نحن الغرفة الفتية الدولية بالعالم تعمل على مستوى الفروع يعني بالدول مسابقات للوطنية بالبداية للشباب الأكثر، العشرة الأكثر تميزا سنويا. طبعا في كذا فئة، من ضمنهم فئة الابتكار الطبي، والشرط طبعا انه يكون عمر المتقدم تحت الأربعين سنة، وانه في عنده انجازات ومحقق شيء لا يخدم فيه بلده، يخدم الإنسانية، يعني ضمن هذا السياق. طبعا حقيقة أنا تم من 4 شهور اختياري على المستوى الوطني ضمن العشرة الأكثر تميزا ل 2021، ومن ثم تم إرسال الأسماء بالعالم كله للجي سي آي، يعني الأساسية الغرفة الفتية الدولية، ومن خلال وجود لجان الحقيقة وصل تقريبا شيء 1100 مرشح، من ضمنهم من خلال طبعا الاطلاع على ملفاتهم العلمية وعلى سيارهم الذاتية وإلى آخره، تم اختيار 20 شخص على مستوى العالم. نعم. إذا من 1100 تم اختيار 20 من خلال يعني هذه هي المسابقة الحقيقية. المرحلة الأخيرة اللي هي هل 20 بدهم يختاروا منهم 10، هي التصويت للعموم، واللي فتحوا باب التصويت للجمهور من الجمعة للجمعة الماضية، وانتهى الترشيح التصويت الجمعة الماضية الساعة 12 بالتوقيت غرينتش، وحاليا نحن بانتظار إعلانه للنتائج إن شاء الله. دكتور، قبل ما نعرف شو النتيجة بدنا نعرف الابتكار الطبي اللي شاركت حضرتك فيه، تمام، وشو ممكن يقدم خدمات إن كان دي البشرية للواقع الطبي اليوم؟ تمام. أول شيء الحقيقة أنا يعني عندي 11 براءة اختراع مسجلة باسمي محليا وعالميا، وكلهم من استخدام الأعشاب الطبية بالمعالجة. بداية لازم نعرف في توجه لمنظمة الصحة العالمية باتجاه انهم يعتمدوا على موارد بسيطة غير مكلفة في تقديم حلول وعلاجات لأمراض معينة. لنضرب مثال، مثلا بال 2015 في جائزة نوبل منحت لعلاج من الشيح، نبات الشيح الأبيض الأرتيميزيا للملاريا الحقيقة. فمنظمة الصحة اعتمدت على الصين اللي هي كان فيها علاجات شعبية للملاريا، وتم تعميم التجربة وحصلت على جائزة نوبل. وبالتالي هذا فتح لنا بوابة انه نحن فعلا لازم نروح باتجاه البحث عن علاجات بديلة او مكملة من الطبيعة، تكون غير مكلفة، ممكن استثمارها. ومن هون انا اشتغلت على قشور الفستق الحلبي لايجاد علاج مساعد للليشمانيا الجلدية حبة حلب، واللي حقيقة كانت منتشرة بشكل كتير كبير، بعدين خف انتشارها بسوريا وعادت للانتشار مرة أخرى خلال يعني سنوات الحرب الظالمة على سوريا، خاصة في بعض المناطق نتيجة انتشار الذباب المسببة أو البعوض المسبب لهذا الـ يعني الإصابة الطفيلي الليشمانيا تروبيكا. بالنتيجة اليوم الحقيقة هذا الابتكار الأول. الابتكار الثاني اللي شاركت فيه هو ما يتعلق بتنظيف الكبد والجسم من السموم المعادن الثقيلة، واللي ممكن نتعرض لها نحن يعني طرق مختلفة، وخاصة مع التلوث، ممكن عن طريق غذاء بقايا أو عن طريق يعني الملوثات الكثيرة الموجودة حوالينا، ومن ضمنهم مثلا الأصبغة والوشوم حتى هي تحتوي على مواد معادن ثقيلة. طبعا نحن اشتغلنا على النبات السوري، هو القرص عني المنتشر بريفنا بشكل كتير كبير،
وقدرنا نطلع منه مستحضر له قدرة خالبة للمعادن الثقيلة ويساعد الجسم ويساعد الكبد على التعامل مع هذه المواد السامة بصورة أفضل. وطبعاً تم اختباره بالزجاج وتم اختباره على سريرياً على مرضى متطوعين. الحقيقة هن 11 براءة اختراع، هدول يعني أبرزهم اللي تم العمل فيهم. نحن الهدف الحقيقة الرئيسي دائما من هاي المسابقة هو تسليط الضوء على أنه في بالعالم شباب قادرين يشتغلوا شيء بيدعم مجتمعهم، بيغير، بيقدم شيء لحل مشاكل موجودة. والحمد لله رب العالمين، من سوريا أنا موجود طبعا بالمسابقة في قسم الابتكار الطبي. نحن ثلاثة بالعالم، في من ماليزيا وفي من تركيا وأنا، فبالتالي بالوطن العربي ما في حدا يعني مأخوذ عن فئة الابتكار الطبي. إن شاء الله يا رب نقدر فعلا أن احنا الجهود الكبيرة اللي صارت بعملية التصويت، أنا هون يعني بدي أتشكر الحقيقة الغرفة الفتية الدولية وفي سوريا وخاصة في حمص اللي قامت بترشيحي. بدي أتشكر الحقيقة وزارة التعليم العالي والسيد خص بذكر الأستاذ دكتور بسام إبراهيم وزير التعليم العالي لدعمه للموضوع شخصيا ومتابعته لعملية التصويت، وأيضا جامعة دمشق اللي أنا بمثلها الحقيقة الدكتور محمد يسار عابدين رئيس الجامعة، وكلية الصيدلة الأستاذة الدكتورة جميلة حسيان، الأستاذ دكتور محمد عصام حسن آغا، وقسم العقاقير والنبضات الطبية، لكل الناس اللي كانوا حقيقة داعمين لي بعملية التصويت ومتابعة عملية الترشيح. نحن بدنا نقول الحقيقة رسالة مهمة كتير. اليوم نحن قادرين كسوريين ضمن كل الظروف الصعبة اللي عم تمرق فينا انه فعلا نحن نتخطى هاي الظروف ونوصل للعالمية، نوصل لحلول في العالم، لانه دائما نحن بنطلع على تجارب الدول اللي مرقت بظروف صعبة كيف كانت النتائج لما تكاتفت الجهود. ممكن تكون الظروف صعبة بس نحن قدرتنا وإيماننا أكبر، ودائما نتمثل يعني يقول السيد الرئيس الله يطول بعمره ويعطيه العافية دائما الأمل بالعمل. طبعا نحن هذا عملنا اللي نحن لازم نوصل فيه طبعا، ومن خلال هالعمل هذا اللي نحن نشتغل فيه فينا فعلا نحن نعمل شيء كشباب سوري. وهون أنا يعني بحس الجميع على موضوع تسجيل والعمل على براءات الاختراع وابتكاراتهم. الحقيقة اليوم في دول بشكل يومي في عندهم عمل على براءات الاختراع. دائما نحن الابتكارات هي اللي بتعمل نقلة نوعية، واليوم لازم نعرف بأنه العالم كله بيعتمد بشكل لحظي على تطوير الحالات السابقة. نحن بنسمي أي شيء حالة تقنية سابقة، المشكلة الموجودة هي مشكلة نحن نوجد لها حل. هالحلول هي ممكن يكون فيها جزء تجاري مرات يعود بالفائدة على الأشخاص اللي عم يبتكروا هالابتكارات. ودائما ما بننسى الابتكارات الكبيرة بالعالم واللي لولاها اليوم ما كنا قادرين نحن، مثلا موضوع ابتكار الضوء، الكهرباء، هالأشياء اللي نحن عايشين نحن من خلالها. فاليوم نحن فعلا نحن كشباب المفروض نتوجه لتسجيل كل شيء ابتكارات وأبحاث نحن عم نقوم فيها على المستوى العالمي لحتى فعلا اسم سوريا يبقى موجود بهي المحافل الدولية. والحقيقة في كتير سوريين ما شاء الله عندهم خبرات، عندهم إمكانيات، بينقصهم بس التوجيه لأنه يروحوا. البعض عنده أنه مش معقول نحن نوسع على المستوى الدولي، إيه معقول وفينا نعمل شيء دائما على مستوى العالم. والحقيقة يعني كان من ضمن المسابقة الناس اللي أرسلت ملفاتها من أمريكا، من الصين، من دول أوروبية كاملة. وبالتالي يعني اليوم نحن كونا عم نشتغل بقلب ويعني أمل مهم وعنا علم ففينا نوصل للنتيجة المطلوبة. طيب يمكن شو اللي بتكسبوا من هيك مسابقة؟ هل بتم احتضان هالابتكار العلمي؟ يعني شو توقعاتك بالمسابقة غير انك ترفع اسم سوريا بتسجيل ابتكار علمي بالاعشاب الطبيعية او الطبية؟ واذا لا سمح الله ما تم اختيارك اليوم، هل رح تكفي بمشروعك الابتكارات الطبية؟ حقيقة بغض النظر تم الاختيار أو لم يتم الاختيار، رحنا وصولا للعشرين الأوائل على مستوى العالم، هو أنا انتياز. بيشوفه بحد ذاته هو إنجاز الحمد لله رب العالمين، لأن المرحلة الأخيرة مرحلة تصويت. صحيح. ونحن اليوم كعدد سكان أقل بكثير من الدول المنافسة يعني بالنسبة
لعدد سكان الموجود بالنسبه للتصويت كونه التصويت للعموم. بس بغض النظر عن اي شيء، نحن اليوم الحقيقه لازم نشتغل. انا ناوي الحقيقه وعم بشتغل حاليا على تحويل هاي المنتجات لمنتجات تكون متوفره وتسجيلها خارج سوريا من خلال صناعتها طبعا وتحويلها، لانه اي ابتكار غير قابل للتطبيق الصناعي بيبقى فكره نظريه. صحيح. فبالتالي لازم يتحول الابتكار الى تطبيق صناعي يمكن ترويجه لحتى، وهذا عم اشتغل عليه الحقيقه حاليا. شو بيقدم لي اذا نجحت الحقيقه بالمكفى انه انت تبقي من ضمن العشر الاوائل لمده سنه كامله، وفي اكيد حالات دعم للتفاصيل اللي علاقه باستثمار هذا يعني المركب او المستحضر اللي ممكن يكون ناتج. برجع بقول شغله كثير مهمه، نحن اليوم بسوريا مثلا عندنا نباتات كثير بعد ما انا مستثمره، يعني مثلا نبات الفرس عني هو من النباتات بيستخدموها ببعض الارياف ضمن اطار يعني سلطه تمام. اليوم نحن لما بدنا ناخذ هذا المستحضر بشكل دعم، فيعني عالميا مثلا بيقول لك ديتوكس بياخذوا كل ست شهور بياخذوا شيء لينظفوا الكبد، طب نحن عندنا وبروكلي نحن عندنا وبتوفر تمام، نحن عندنا قرص عني، عندنا الهندبي، عندنا هي النباتات متوفره. صحيح. حقيقه بالريف السوري لاحظت ان هن بشكل طبيعي بيشتغلوا بشيء اسمه غذاء بغرض التداوي. صحيح. فمثلا عندهم اكله السليق اللي هي موسميه بتحتوي على نباتات بريه بيستخدموها هن بشكل طبيعي، كل ما يكون موسمها كل فتره وفتره تلاقي دائما صحتهم افضل. صح. بيتمتعوا ب بي بي يعني متوسط طول عمر اعلى، عندهم قدره اكبر على مواجهه الامراض، ما بنلاقي عندهم انتشار للامراض بشكل كثير كبير، يعني بتلاقي في عندهم مناعه قويه. هذا كله مرتبط بغذائهم الصحي، واللي نحن بندعو اهل المدينه اللي موجودين بالمدن انه يعتمدوا هي الانظمه الصحيه اللي هي افضل من الانظمه الصحيه اللي تعتمد على الأغذية الجاهزة والسريعة اللي نحن اوريدي يعني معودين عليها بالمدينة. نعم دكتور، بدنا نتمنى لك كل التوفيق بهي المسابقة وفعلا تلاقي كل الدعم، ومثل ما قلنا مجرد وصولك يمكن لتكون حضرتك من العشرة او حتى العشرين الاوائل هو شيء، هو انجاز بحد ذاته، فخورين فيك دكتور. شكرا لك، كل التوفيق لك. شكرا شكرا، ان شاء الله هيك يكون التصويت لإلك وتكون كمان هذا ابتكار سوري كمان يسجل لسوريا وللوطن العربي كله، يعني انت عم تمثل اليوم العرب بشكل عام بهويه سوريه بالرغم من كل الظروف اللي قلنا عليها، لكن قدرت توصل، وان شاء الله يا رب تكون النتيجه مثل ما بدنا وترفع اسم سوريا بالعالي. الله يسلمك. شكرا لإلك. انا بدي اتشكرك وتشكر الانسه وتشكر كل الناس اللي الحقيقه الزملاء والاصدقاء اللي صوتوا لي، الله يغمروا في كثير صفحات شاركت، وفي ناس ما بعرفهم شاركوا المنشور وصاروا يحفزوا. صحيح. انا بتشكرهم، تشكر اتحاد صهد العرب الحقيقه اللي وقف معي بموضوع التصويت، وكل الناس اللي ما وفروا جهد بدعمي، كل الشكر طبعا لكم، وان شاء الله يا رب تكون النتائج ان شاء الله بعد الفوز او المقابله معنا. اكيد اكيد اكيد.